سهرة مفتوحة يقدمها طاهر أبو زيد. قصة كفاح لاثنين وطريق حياة لاثنين بكل ما في الطريق من ورد وشوك جمع بينهما الفن والعاطفة ونضال الأيام. هي فنانة عريقة عاشت الأضواء والشهرة والثروة طولا وعرضا، وهو فنان مقتدر لفنه مسحة المغامرة والجرأة. هي نجمة المسرح والسينما والرقص الشرقي، الفنانة تحية كاريوكا، وهو المخرج الممثل الفنان فايز حلاوة. يا مساء الخير. مساء النور. من زمان ما التقيناش، فين انتوا دلوقتي؟ والله احنا كنا في مدحي، عارف كنا فين يا دوحة؟ كنا في رحلة في الخليج. رحنا الكويت وابو ظبي وما كلناش حظ بقى نروح بلاد تانية اكتر. رحنا البحرين ورجعنا تاني الكويت، وبعدين رحنا العراق، وبعدين رحنا بيروت وجينا مصر. يعني سمعنا قريب او قرينا بعض اخبار في الجرائد عنكو غريبة جدا، زي ما يكون سيناريو فيلم كده، مش عارف ايه وايه وحجز وايه بيع ايه والاف الجنيهات وبتاع، ايه الحكاية؟ ما هم يعني بيقدروا التقدير الجزافي اللي هم بيشوفوه. هم فاكرين ان الفنانين دول بيكسبوا ملايين الجنيهات، مش عارفين ان الفنان ده بيموت عشان يشتغل، واعصابه بتتكسر وسفر وانا رجلي اتكسرت مثلا في الكويت، الله يسلمك، وبقيت اطلع على المسرح وانا متجبسه. غريبة الحقيقة ان كل واحد فيكم لوحده كده تاريخ حياته مشتبك مع الحياة، يعني باختصار حياته ما يمكنش ابدا ان احنا نوصفها بانها نسمة، ودلوقتي هو حتى وانتم مع بعض لازلتم مشتبكين مع الحياة. هل هذا الاشتباك نوع من الاختيار بارادتكم، ولا هو شيء مفروض عليكم؟ هي لذة الحياة ان يكون في باستمرار حاجة الانسان بيتصارع معها وبتتصارع معها. اذا الحياة، اذا الانسان خد كل اللي هو عايزه، يعني اذا انا النهاردة مثلا عندي 100 مليون جنيه وعندي صحة كويسة وعندي سعادة وكل شيء بطلبه موجود، يبقى الحياة توقفت، يبقى انتهت، يبقى ما فيش غرض من الحياة، انتفى الغرض من الحياة. لازم يكون في مشاكل وصراعات الانسان وامال بالنسبة للانسان بيتطلع اليها وكل يوم بيحقق منها جزء، وترجع تبقى خلاص يعني هتخلص، يقوم تبدأ تطلع قدامه أمل جديدة يبتدي يعني المشوار بتاع الحياة. ما هي يعني لازم ده في قصة انه في واحد مليونير انتحر لما حقق كل امنياته، فلقى خلاص ما فيش، حياته توقفت، انتحر. امريكاني يعني احيانا الترف وانه الحياة ما يبقى لهاش هدف وخلص منها الكفاح، وبقى الواحد نايم زي الجثة على مرتبة من الترف، ده احنا بيكون شقاء، مش كده؟ طبعا تبقى الحياة وقفت خلاص. انما هي الحياة حلوة انه الواحد يكافح وانه معاه فلوس، يوم معاه مثلا 1000 جنيه ويوم معهوش 10 ساغ ويوم مديون ويوم جايين يحجزوا عليه ويوم الضرائب مطلع ايمانه. كل دي حاجات حلوة. يعني حضرتك بالذات، يعني انا اعتقد انه ده كلام سليم جدا، لكن برضو من الناحية التانية
لما الواحد باستمرار يدور على حاجة يشتبك معها. يعني انت صارعت الحياة طويلة انه كان ممكن تكوني عايشة ناعمة البال هانئة ملكيش دعوة بمشاكل، ما تحطش نفسك في اي حاجة لو اردتي. ما افتكرش انا من النوع ده، يعني انا لما بيبقى معايا فلوس بزعل قوي، ببقى عمال افكر اصرفها ازاي، يعني ازاي ما اقدرش انام وعندي فلوس. باين عليك مبسوطه دلوقتي قوي. الحمد لله. لما بيكون معاك بتزعلي. لا لا، ولما يكون معانا كمان فلوس بتزعل برضه. يعني بزعل، عايزه فرتكة. في الواقع انا ما اقصدش بس الناحيه الماديه، انا الحقيقه اقصد انه في ناس كتير قوي يقولك ملناش دعوة بالمشاكل، يعني طب انا فنان وبقدر اكسب واقدر اتبسط واقدم عروض تبسط الناس ولا اخر، ما يشتبكش في مشاكل مع الحياة، مش ضروري الناحية المادية. دول ناس سلبيين. ما بيبقوش ناس بيبصوا للحياة انها لازم يتعاركوا معها، يخشوا في عركة الحياة. دول ناس سلبيين عايزين يقعدوا يعملوا اي حاجة سهلة وما لهمش دعوة بالمشاكل. يعني انت ما تقدريش تمشي على الشاطئ ابدا وتطلعي من على الشاطئ ورجليك ما تبلتش. لا. لازم بتدخلي وتخوضي. يعني هم كنت عايز اقول لحياتك هم دول عاملين زي ايه، زي الترماي ماشي على قضيب، تلاقي الترماي ده سرعته معروفة ومشواره معروف والناس دي ماشي على قضيب وطريقه آمن. واخد بالك انت معروف ما قدرش يخرج عنه شمال ولا يمين، تلاقيه ماشي كده لحد ما تقع سنجة يا تتقطع كهرباء مالوش. انما الانسان اللي ماشي على رجليه ممكن يسبق الترماي، ممكن يعني تحصل في لحظة الترماي يقف هو يسبق، هو ماشي على رجليه ممكن يجري، ممكن في يعني بيبقى في الانسان راكب طيارة مثلا بيبقى يعني دول يعني بيختلفوا جدا عن الانسان اللي ماشي على قضيب لا بيخرج يمين ولا شمال ولا بيتحرك. طيب يعني بمناسبة وسائل المواصلات، لو حبينا نشبهكم بوسيلة مواصلات، انتوا بقى يعني ترماي ولا ترولي ولا اتوبيس ولا طيارة؟ انا عن نفسي، انا اتكلم عن نفسي مش تعبت حياتي. انا حمار يعني، انا حمار. وسيلة مواصلات يعني. وسيلة مواصلات. تركب حمار لا انا اركب زحلفة. انت تعرفي ان الحمار ده الزحلفة بتوصل اسرع من الارنب. انت تعرفي ان الحمار ده اسعد مخلوق في العالم. اولا ده مخه كبير جدا لكن ما بيشغلوش، ومرتاح جدا وصبور. لا ونعرف يمكن بيشغله ووصل في النهاية الى انه لما يشغله او ما يشغلوش النتيجة واحدة. فهو اثر انه ما يشغلوش يعني في النهاية. مريح نفوخ بيضرب، قال لك اريح نفوخي واعرف السكة. يعني في حمير في الفلاحين بيعرف البيت الفلاح يزقه كده ويروح على البيت، فده مش ما هوش غبي. لا الحمار ذكي جدا. وانت عارف كثرة التكرار تعلم الحمار. طب مع انه ما بيعملش دي بالتكرار، يعني من اول مرة. لا بالتكرار. لا من اول مرة تبص تلاقيه من مرة او مرتين بكتير. يعني تكرار اقل من تكرار البني ادم. مش عارف انا بأصبح عشان كتير يعني. اصلي في بني ادمين برضو التكرار ما بيعلمهمش. طب يعني عاوز اقول حقيقة، يعني اليس من حق تحية بماضيها الطويل وفايز بقدرات الفنية انه يكون ليهم مسرح مستقر باسمهم؟ وبقول مستقر لانه مسرحكم بيتعرض احيانا لهزات وعواصف وانواء. وحاليا والله برضو يعني تعرف حالتك، احنا جينا من السفر لقيت في مشروع كان في واحد لبناني جاي عشان حكايه الاستثمارات الاجنبيه دي، كان جاي يشتري الارض اللي عليها المسرح والسينما ويهدهم ويبني عليهم عماره وحاجات كده. فتصور يعني ان كان فعلا مطروح هذا العرض وكانوا هيهدوا المسرح والسينما لولا ان الراجل لقى في الاخر انه هيدفع تعويضات للمحلات التجاريه وللسينما وبتاع مبلغ كبير، فهو الراجل رفض المشروع وجري. يعني تصور انه ممكن جدا يجي واحد مثلا يروح دافع قرشين ياخد الارض دي واحنا نطلع في الشارع تاني. يعني عمليه فعلا. طب يسالونا يعني طب يعملوا مثلا مش عارف. يعني هو فعلا برضه لازال في عقليات بتعتبر ان الفن ده نوع من الكماليات او انه مساله يعني ممكن نستغنى عنها وحاجه زي كده مش عارف. مدام تحية، يعني بعد سنين الكفاح الطويله دي في شتى الوان الفن، كان امنيتك ايه؟ انك تكوني ايه النهاردة؟ ان اكون تحية كاريوكا برضو بالمشاكل دي
اصل انا لو ارتحت عيا والله. يعني لازم تتعرضي للمشاكل وتواجهي المشاكل يعني. طبعا اواجهها لا يعني قصدي اقول ايه، هي مش هواية مثلا انه واحد يشوف حريقة او يعمل حريقة، لا انما انت هوايتك انك تحل المشاكل، تدخلي فيها مشاكل الناس ومشاكل الحياة بسعادة. بسعادة جدا لما الواحد يقدر يساعد انسان تاني ويسعد انه ساعده انه عمل له حاجة. يعني انا بسعد جدا لما ابقى اقدر اساعد حد. هل كان في امكانك النهاردة انك تكوني امبراطورة ثروة ورخاء وراحة بال؟ ما كنتش هبقى مرتاح. انما كان في امكانك، كان في ايدك، كان ممكن ان كان في ايدك انك تكوني مثلا قاعدة دلوقتي على كم من المال والاعصاب الهادية جدا والاعصاب الهادية. طب هم سعداء الجماعة اللي بنتكلم عليهم، بلاش نقول اسماء. اي واحد بدون رسالة في الحياة ولا بلا سعادة. يا انا عايز اقول لحضرتك على حاجة، احنا ممكن من المسرح ده كنا النهاردة بقالنا 12 سنة مسرح او 13 سنة 13 سنة مسرح، كان ممكن جدا نكون عملنا منه صورة كبيرة جدا. أيه. ممكن يبقى عندنا عمارات وتاكسيات ونبيع فراخ وحاجات كده يعني. والله تمام. انما احنا فعلا يعني تعرف بنشتغل، نجيب قرشين من الرواية كام الف كده روح حاطين الفراية اللي وراها على طول. وبعدين احنا بنعمل العمل فعلا، انت عارف لما الرواية تتمنع او تتوقف دي بتخسرنا كتير جدا طبعا. ما بيهمناش. طب انا ممكن اعمل روايات فيها رقص وحاجات كده وبنات لابسه شورت وحاجات زي الناس اللي بتعمل. أيوة ودي على فكره تعمل ايراد كويس جدا، ممكن اول نعملها والناس تطلع تغني وانا ارقص وتحيات ورقص برضو ونغني وحاجات كده. احنا ممكن نعمل الحاجات دي يعني. طب صوت الناس اخر انبساط سهلة يعني. سهلة مش ونعمل ثروة بينها. انما ما اعتقدش احنا بنحس ان الواحد برضو من حق الناس عليه انه يقول لهم كلمة، ومن حق يعني من الواجب عليه انه يكون بيأدي رسالة مش بيعمل عمل تجاري. عظيم. ده بيدخلنا لخصائص المسرح بتاعكم. المسرح بتاعكم نقدر نوصفه بانه ايه؟ مسرح ايه؟ هو مسرح انتقادي. ايوه. انتقاد مش هدام طبعا، انتقاد بناء. وفي ناس بتقول انه هو مسرح سياسي. ايوه. انا بقول لا، هو انتقادي. رايك ايه يا استاذ فايز؟ هو فعلا في التصنيف اللي عاملينه الجماعه اللي بيعملوا التصنيفات دي مسمينه مسرح النقد الاجتماعي. أيه. وده غير المسرح السياسي، لان المسرح السياسي بيخش في المسرح التسجيلي والحاجات التانية دي، لكن هو هنا في مصر بيسموه مسرح سياسي فعلا، يعني دي تسمية مصرية. مش اكاديمية. هو مسرح سياسي لانه السياسة بالنسبة لنا ايه؟ السياسة هي قضايا الساعة وقضايا العصر. ومشاكلنا الاجتماعية نفسها بقت مشاكل سياسية. يعني ما تقدرش تعتبر الانسان فينا منفصل عن اللي بيجرى حاليا في مصر او في الشرق الاوسط او في الدول العربيه. احنا كلنا دي بقت مشاكل. يعني مسرح كوميدي انتقادي اجتماعي. هو كوميدي برضو كوميدي. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا بعمل بخلي الناس تضحك، وبعد ما يضحكوا يطلعوا يكتشفوا انهم بيضحكوا على نفسهم. ما هو دي الكوميدي على عيوبهم. دي الكوميدي. مش بضحكهم دي الكوميدي يعني. لا ما هو ده اللي بيفرق الكوميديا من الفرس، المفارقات. يعني بيضحك لانه بيحس فعلا بمفارقه في حياته او في نفسه. يعني ده الكوميديا اللي بتضحكني على فكرة. مش بتضحكني لمجرد ان انا اضحك على منظر او حركات تهريجية او نكت لفظية او كذا. لا لا. طب نستعرض مع بعض كده بعض الروايات اللي انتوا قدمتوها. من اول ما بدأت المسرح. ابتدينا شفيقة القبطية. اي. و قهوة التوتة. وصاحب العمارة روبابيكا. التعلب فات. البغل في لابريق. كدابين الزفة. ياسين ولدي. الأمطرة. أوراق رسمية. نيام نيام. طب هم حوالي 12 رواية. اي 16 رواية. اظن بدأ المسرح الانتقادي حقيقة من اول صاحب العمارة. ايوه من اول صاحب العمارة كده. وقبل كده كان هو يعني هو صاحب العمارة فعلا ابتدت الاول، لكن تعرف انا بعتبر بداية مسرح الحياة كدوك روبابيكي. روبابيكي. روبابيكي هي البداية اللي حطت اللون ده على المسرح فعلا. يعني مش ملاحظ انكم بقيتوا تعالجوا مشاكل المجتمع يعني بطريقة
زي ما يكون واحد ماسك سكين. والله شوفوا لحد يعني مفيش بقى الدبلوماسية ولا الرقة ولا واخد بالك. وفي ناس بقى يقولوا انكم بتبلغوا قوي وبتجسموا قوي مشاكل المجتمع اكتر من اللازم يعني. عايز اقول لحضرتك على حاجه. في واحد بيربي ابنه زي حكايه واحد بيربي ابنه. في واحد بيربي ابنه بكلمه بيطبطب عليه مش عارف ما يدوش سينما, وفي واحد بيمسك ابنه يضربه بالقلم, وفي واحد بيقول له يلا يا ابن الكذا وبتاع. وكله بيربي ابنه وكله بيحب ابنه. وجايز اللي بيضرب ابنه ده او بيشتمه بيحبه اكتر, جايز دوكا بيبوظ ابنه ومش بيربيه. فانا بعتقد ان العمليه هي عمليه تقويم عيوب. واحنا كعرب بالناس بنحب ان احنا نواجه المشاكل بطبيعتنا واساسنا. لا يعني هو في يمكن مشاغل الحياه ودوامه الحياه بتاخد الناس عن مشاكلها لغايه ما تبقى المشاكل رغم انها جواهم بتبقى كانها غريبه عليهم. وبالتالي فاحنا محتاجين انها نحطها على المسرح بصوره تخليهم يفكروا فيها. صحيح انهم يفكروا فيها ويمسكوها جوه انفسهم بصوت عالي. يعني يمسكوها يبصوا كده يمسكوها جوه انفسهم ويقولوا الله ازاي المشكله دي كانت فينا واحنا مش حاسين كانت فين يعني. مظبوط. طيب طبعا يعني حياه 13 مسرحيه لغايه دلوقتي يعني ضروري تكون مليئه بالمفارقات والمفاجآت والمواقف المختلفه امام الجمهور وخلف الكواليس. يعني حياه الفنان مليانه يعني. يعني نحب ان يعني ايضا ناخد لون من الابتسام في حياه الفنان لما بيتعرض لبعض المواقف سواء المحرجه تخلص منها ازاي, في مواقف تخلي الواحد يضحك او يبكي الى اخره يعني. لون من الحياه خلف الكواليس. اقول لحضرتك اخر لون في ناس يعني افنديه كده في الوزارات يعني بيبقى بقى له مده كده ويعني يقضي 20 30 سنه في الحكومه فيقوم يترقى ويمسك منصب وحاجات زي كده. ففي واحد افندي من الناس دول يعني وصل الى مركز معين في الرقابه يعني, جه على مسرحيه نيام دي وكتب تقرير للوزير الاستاذ يوسف السباع. يوسف السباع فنان يعني واديب وراجل يعني بيكتب. كتب له تقرير بيقول لي انا لما قريته اشمئزيت نطيت من على الكرسي. بيقول ان الراجل ده بيصور العرب والمصريين والعالم دي بانها عالم تنبلة وانها عالم نايمة وانها عالم مش عارف ايه, ودي نظرة من مش عارف بنضارة سودة, وانه ده بيهين العالم دي وحاجة كده ايه. فالراجل كلمني قال لي انا وقفت الرواية. فقلت له راح قال انا اسف ان انا مشغول وحاجات زي كده وبتاع. وبعدين ايه الرواية طالعة النهاردة بالليل يعني طالعة النهاردة العرض بالليل. ومسؤولية انك ترجع تلغي حفلة وترجع تذاكر وبعدين الراجل فعلا رحت له لقيته فعلا ما عندوش ولا خمس دقايق يشوف الرواية تقراها. قال ما عنديش وقت. طب تيجي تشوف عرض خاص؟ قال ابدا. فبقينا في اشكال فعلا يعني. والاخر هو اتحل طبعا جه شاف الرواية. فهو اول ما شافني وشاف تحية بعد الرواية قال غريبة قوي. انا عايز اعرف الراجل ده ازاي ضميره سمح له انه يكتب هذا التقرير ويمنع هذه الروايه. عجيبه يعني. طب ازاي هو هو فين؟ فمش عارف يعني فعلا. تصور احنا يوم العرض الاول للروايه دي بقى المفروض احنا طالعين نضحك الناس. احنا كنا من اول اليوم بنلف حوالين نفسنا في غم طبعا. وعايشين على اعصابكم بصوره مفزعه يعني. مش مساله يعني ايه يعني الروايه تتمنع ولا تتقفل ولا مش مشكله يعني. مش اول مره يعني اول مره منعونا روايه, انما دي بالذات يوميا يعني يوم يعني العرض. فبقينا مش عارفين نعمل ايه. اقول له طب هنعمل ايه؟ يقول لي ولا حاجه هنعمل ايه, لو انا نوقف الوقت لغايه ما اتحلت الحمد لله. مدام تحية. حصل واحنا ببلد من البلاد العربيه واحد قال انتوا مش حافظين الروايه. وقال لفايز بالذات قال له انت مش كاتب الروايه وانتوا على وانتوا في المسرحيه بنعمل بروف. قال له انت مش كاتب الروايه؟ قال له ايوه. قال له انت مش حافظها؟ قال له حافظها طبعا. قال له طب امال جايبين ملقن معاكم ليه؟ انتوا كاتبين في على الباب بره تلقين فلان. طب ليه جايبين؟ يعني بقول لك وكمان بتعترفوا يعني. كاتبين تلقين ليه؟ وكانت رجلي بقى يا دوب بقى لها 12 يوم مكسوره. وبعدين فايز قال لي لا نلغي مش ممكن ماشي على عكاكيز وهتطلعي المسرح ازاي؟ قلت له بس مالكش دعوه. قال لي طب يعني ايه قدر الامكان الميزانسين ما يتعملش كله عشان يريح رجلي. فانا اندمجت في الروايه وفي لفه بلف انا وفايز بلف حواليه. فابتديت الف قال لي رايحه فين؟
انا كنت ظاهر انا واقف بجاري فلقاني حلف قال لي تعالي ده رقم. يعني هل بيحصل انكم على المسرح تقولوا لبعض كلام الجمهور ما يسمعوش مثلا؟ بتلفت نظرها الى ها كل واحد واقف بدور ممكن يكلم اللي جنبه او مثلا او يقول له انت غلطت في كذا او لا في حركه في كذا الحركه دي غلط او لا ما تنساش جملة فكروا بيها حاجة كده او ممكن تكون يكون اصيب بعدوى الضحك مثلا ف يعني مش قادر ينزل لا دي ثقيلة اصل الضحك على المسرح هو استهزاء بالجمهور. طيب. يعني بتهيألي انه مهما حصل انه الواحد يضحك دي بحس انها مهانة للجمهور. طب يعني هي انا متهيألي انه في الايام دي معرفش انا مغالي ولا لا لكن فقال انها طلعت موضة لحد ما ان الممثل يفتعل ان يضحك ويستمر في الضحك عشان يبين ان هو بيضحك طبيعي واخد بالك يعني عشان الجمهور يقول ايه انه مش قادر يحوش نفسه بتاعه حاجات من دي يعني كمان ان الجملة دي اتقالت يعني الممثل قدامه قالها قالها ارتجالي ارتجالي او انها مش في النص يعني دي ممكن بستعين. هل انت بترى ان الممثل الكوميدي لا يصح ابدا ان يضحك؟ طبعا لا لا يصح ان يضحك كشخص يعني اذا كان دوره يضحك ده مسلم بيه انما كانسان والجمهور ضحك وهو اندمج يعني يعني ما يصحش انه يضحك ابدا وياخد الممثل المفروض انه طالع بيقدم الضحك او زي ما بيقولوا بيبيع الضحك فاذا هو كان هيضحك يبقى الجمهور يمثل بقى يعني بدو انت من رايك كده يا مدام طب افرض انه زر يعني ضغط عليك الضحك زر عليك الضحك لما بنقول يعني في ثانيه يمكن اقل من الثانيه لازم اضيعه يعني لازم الممثل يتحكم في اعصابه جدا لازم اللي بيخلي الانسان يضحك في ثانيه ويعيط في ثانيه على المسرح كده ممثل يعني عنده مقدره فلازم يمنع الضحك برضه في ثانيه زي ما بيطلع الضحك في ثانيه يمنع الضحك في ثانيه. طب بالمناسبه ايه رايكم في عمليات الارتجال يعني ان الممثل يخرج على النص ويقول حاجات من عنده؟ يعني انا عمري ما اعرف اطلع عن النص ده مش عجز انما انا ما احبش اطلع عن النص ولا احب الممثل اللي قدامي يطلع عن النص. طب لو لقيتي موقف يحتاج انك تقولي حاجة من عندك ولقيتي الحاجة دي جازة وجميلة انها تتقال ما اقولهاش برضو تمنع نفسك انك استأذن المخرج والمؤلف واقول له ممكن اقول كذا بدال كذا. لا انا بكلم وانتي على اثناء العمل ما حصليش ده ابدا. انت رايك عمليه متفق عليها اساسا رايك الالتزام الحرفي طبعا بالنص؟ لا يعني انا بقول ايه دايما للممثلين بقول له ما عنديش مانع انك تقول اي نكته او اي في عجبك يعني لكن استاذني الاول اعرضه عليا لانه جايز جايز انه كويس لكن في حاجه في التمثيل اسمها ايه لما تحط افيهين في مكان واحد في خانه واحده يضربوا في بعض يضيعوا بعض او يتنافوا مع بعض فاشوف هنا هل ممكن ده لو اتقال هنا ممكن يضيع اللي جاي او ممكن الممثل اللي جاي يكون هيعمل حركة او هيخش في انفعال معين ده يمنعه او يقطع يقطع تسلسل يعني ممكن او تضيع اللي قدامك في انت انانية ان انا اقوله انما هضيع الممثل يحرج اللي قدامي يحرج التاني خالص وانا بعد ساعة اقول للممثلين اقول له انا في الحتة دي مش عايز اضحك حد مش عايز اضحك ليه لان انا بنفرش نخش في مود تاني عايز نخش في جو تاني فما مش عايزك تنكت هنا وهي دي مشكلتنا بقى انت عارف مع مشكلتنا يعني مع امين الهنيدي اساسا من يوم ما تعرف انه ابتدى معانا في المسرح مشكلتنا معاه ان الهنيدي كان بيطلع المسرح كل يوم ما اعرفش هيقول ايه وبعدين يعني بعد ساعات يقول حاجات توصل لربع ساعه وثلث ساعه على المسرح ما ليش علاقه بيها ما قلتهاش فجيت قلت له طيب يعني اذا كان حكايه دي مشكله يبقى اكتب اسمك معايا بقى بره قول تاليف امين الهنيدي وفتح يعني العداله طب ما التزمش بالكلام ده كان ما يعجبنيش انا ما احبش انسيبه ليا وبعدين كل يعني مثلا مش بيقولوا النهارده ارجع اقول بكره كل يوم كلام شكل وبعدين هو يعني اكتشفت ان هو لونه كده يعني استاذ فايز انت مؤلف كل المسرحيات اللي عرضت في منهم اثنين كاتبهم مش مؤلف شفيقه القبطيه وقهوه التوت يعني بتاعت جيل بنداري وعودي التوتة بتاعت نجيب محفوظ وانت مسرحتهم يعني كتبتهم يعني كاتب يعني قصص واكتب انا الحوار اعمل اعداد. طب يا ترى ايه الرواية الجديدة اللي بتألفها للموسم الجاي اللي في الصيف هنقدم يحيى الوفد وان شاء الله في الشتاء هنقدم اوبريت اسمها محمد شايل سيفو
كوبري. محمد شايل سيفه ده انا سمعت عليه قبل كده، كتب عنها في الجرايد، كتب عنها لانها هتطلع بس ما طلعتش. لا انا ما انا كاتب فيها فصلين دلوقتي، لكن دي عايزه بقى اعداد وتلحين وعايزه يعني عمل كبير، فلازم يتعمل يطلع على الشتاء ان شاء الله. يحيى الوفد بتتناول حزب الوفد اللي كان موجود؟ لا 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 ملهاش علاقه، ده هو وفد من دوله اجنبيه جاي يزور قرية يعني بنناقش من خلالها يعني الصداقة بين الشعوب والحاجات دي ملهاش علاقة بال لا 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 ده وفد أجنبي بيزور بلد قرية في مدام تحية. ما فيش في المسرحيات اللي عملتوها مسرح يعني ألوان غنائية ممكن يعني نسمع حاجة منها دلوقتي؟ فيه ياسين ولدي حاجات غنائية، وفي نيام نيام برضه فيها اغاني. دول الاثنين اللي فيهم اغاني. طب نسمع كده دلوقتي، نسمع ايه يا استاذ فايز؟ نسمع نيام نيام الاول وبعدين نسمع حاجه لعفاف راضي في ياسين ولدي. ياسين ولدي يا عدوي عيلتا
طيب عاوز اسألكه على حاجة. لو تصورنا خريطة للعالم العربي فنيا وعاوزين نتكلم على المسرح العربي عموما، هل هذا الكلام يخلينا في النهاية نصفق، ولا يخلينا نمص شفاهنا اشفاقا، ولا يخلينا نسكت بلا مبالاة؟ نتكلم بوضوح وبصراحة، بنقيم المسرح العربي. المسرح العربي في البلاد العربية ممكن المسرح العربي في الكويت ابتدى يبقى لي طابع حلو، ويمكن هو اكتر مسرح بيروح الخليج، يعني بيزور يلي البحرين وقطر. الحقيقة انا ما روحتش، يعني ما اعرفش اذا كان فيها مسرح ولا لا. لا، هم بسببهم الى تكوين مسرح على اسس فنية فعلا اتعشم يعني. هذا لانه لازم الخليج ما يبقاش متكول على الكويت او علينا احنا. يبقى كل بلد واحد ليه مسرح مسرحه بيعبر عنه يعني. ايوه، ونعزم بعض يعني ندعو بعض، الفرق تدعو بعض. اما العراق ففيها مسرح، العراق فيها كذا فرقة وفيها فنون شعبية جميلة جدا اتفرجت عليها. قالوا لي انه في ابو ظبي ما فيش ستات كتير بتطلع كممثلات، ما اعرفش بقى في البلاد التانية، انما في الكويت فيه ممثلات كتير، ممثلات كويتيات مش من برا. في السعودية دلوقتي سمحوا انه الست تطلع في التلفزيون، يعني التمثيليات في التلفزيون فيها ستات، قبل ما كانش فيه، يعني إلى قريب جدا ما كانش فيه. فلازم البلاد كلها يبقى فيها مسرح يعبر عن البيئة بتاعته. ما كلمتنيش عن بقية البلاد، يعني هو في جولة خاطفة يعني. في السودان برضو في مسرح، في احنا البلاد اللي رحناها يعني. يعني هو عموما انا كنت حضرتك عايز تقيم المسرح العربي، هو اقول لحضرتك على حاجة يعني انا فعلا ما كانش هدفي ان احنا نشوف هنا مسرح او لا لا انا عايز اقول لا يعني احنا فعلا بنعمل محاولات جادة للوصول الى النهضة المسرحية اللي احنا بنحلم بيها، ومحاولات فعلا مشرفة يعني. ما اقدرش انكر المحاولات الموجودة في المسرح عندنا، احنا برضو نشان نقول في سوريا ونشان نقول في بيروت في مسرح طبعا في سوريا في فرقة يعني جميلة جدا. احنا رحنا البلاد دي وما كانش فيها مسرح خالص الحقيقة، وبعدين انا سعيد جدا ان انا في سوريا وفي بيروت انهم خدوا اللون اللي احنا بنعمله وعملوا مسرح انتقادي زينا. لما رحنا قبل كده من حوالي 8 سنين ما كانش عندهم مسرح خالص، وبعدين عاملين عجبوا جدا بالمسرح السياسي هناك، عملوا مسرح شوك، مسرح مسرح متحرر جدا، وعنده كمية جرأة على بعد ما شافوا روبابيكيا والتعلفات. هو كمان يمكن ظروف الحياة السياسية في لبنان بتسمح بهذا القدر من الحرية في لبنان. انا بتكلم عن سوريا عن سوريا بالذات. هو المسرح في سوريا الحقيقة انا بفضله كتير على المسرح سوريا في يعني في احسن كتير من بيروت. في بيروت انا شفت مسرح هناك بيقول بعض ساعات يعني بيجري ورا اللفظ، فبعض ساعات بيقول الفاظ ما يصحش طالع على المسرح يعني، وبعض ساعات بتكون جارحة يعني. ما يصحش ان احنا مثلا نؤلم واحد مهزوم او نؤلم واحد في ورطة او في ازمة، لا احنا ممكن نقول له ده غلط او اعمل كذا اعمل كذا، لكن ما نجرحوش، ما نجيش على الجرح ونضربه يعني. يعني انما احنا فعلا بنعمل محاولات جادة للوصول الى النهضة المسرحية العربية، بس برضو زي ما التحية برجو ان احنا نعمل تبادل زيارات ولقاءات مع بعضينا عشان نبهت على بعض، عشان ناخد من بعض. وبعدين الامل اللي احنا بنحلم به ان العالم كله بقى في الخارج، خارج الدول العربية، ياخد مسرحياتنا ويترجمها ويعرضها بعد كده. على سؤالي انا عاوز اسأل، هل مسرحنا في ازدهار او في تخلف او في حالة توقف في كلمة يعني؟ والله يعني لا، مسرحنا في ازدهار مؤكد، بس انا ليا تحفظ واحد يعني، بطالب بالغاء الرقابة على المسرح عشان اللي عايز يقول حاجة يقولها على المسرح، ونترك الحكم بعدين الجمهور مش للرقيب. يعني من النواحي الفنية يعني بالمقارنة بالمسرح العالمي، والله احنا لا نقل على المسرح العالمي فكرا ولا تنفيذا ولا اداء، انما احنا اللي بيعطلنا ان احنا بنقيد او بنلف في دائرة مفرغة، لكن احنا عندنا الطاقات اللي ممكن تقدم مسرح يلتقي العالم. وفي مسرحات كتير جدا من عندنا اتنقلت وترجمت للغات الاجنبية وتمثلت بره.
مدام تحية، ممكن اعرف منك ازاي حصل اللقاء بينك وبين الاستاذ فايز حلاوة، اللقاء العاطفي والفني؟ احنا اتقابلنا اولا ما كانش فيه عاطفة ولا بتاع يعني. لا حقيقة اشتغلنا مع بعض حلقات وسافرت انا يعني ما بدأتش بالعاطفة، انما جت العاطفة بعد كده. لا انا كنت كنت بشغلها يعني في الإذاعة. شغل مين؟ بدأت عاطفة. اشتغلت في معاه حلقات ولا يعني ما فيش اهلا زي اي مخرج زميل بشتغل معاه. حتى انه كان في رحمه الله وأثابه عن كل ما قدمه، وهذا الذي قدمه في الفن طويل وعريض، وفي السينما وفي الاستعراض وفي الأغاني وفي كل هذه المناحي. نذكر في شهر ديسمبر أيضا رحيل فريد عن وطننا، رحمه الله رحمة واسعة. بعد كده لا انا كنت كنت بشغلها يعني في الإذاعة. شغل مين؟ بدأت عطفي. اشتغلت في معاه حلقات ولا يعني ما فيش اهلا زي اي مخرج زميل بشتغل معاه. حتى انه كان في حد من الزملاء او الزميلات قالوا له ان انا ما بعرفش اقرا. يا خبر. سامعك دلوقتي بالمناسبة يعني عارف تكلم الفرنساوي زي الليبلي. الافندي ده جه جايب السكريبت معاه عشان يقرالك بقى، يحكهولي ولا يقراولي. فقلت له طب اديني السكريبت لان انا عندي شغل في السينما في الاستوديو، فلو سمحت اديني السكريبت. فهو قال لك دي هتاخده يمكن حد هيقراولها ولا بتاع، فعايز يقراه. قلت له انت ايه فاهم ما بعرفش؟ قال لا لا واحرك طبعا بعدين. قال لي ففتحت السكريبت وقعدت قريت شوية، فكان بيبص لي كده مستعجب. وسجلت الحلقات وسافرت، كان عندي رحلة سافرتها ورجعت يعني ما عنديش فكرة ان هشوف فايز حلاوة تاني لانه ما فيش صداقة يعني. فسهرانين في حتة فلقيته هو وناس اصحابنا، فقعدنا نتكلم عن المسرح وعن السينما وعن الإذاعة، يعني ما فيش حاجة معينة يعني حاجة عاطفية نقدر نقول ان انا اللي بيقولوا من اول نظرة ومن الحركات دي. فبقينا ايه بعد كده بقينا حركات يعني ما كانش فيه رسم لا من ناحيته ولا من ناحيتي. فبقينا نتقابل وبعدين بصيت لقيت نفسنا متجوزين كده، هو خدني على بشامي من غير حركات. قضاء وقدر. وبعدين حكاية الفرقة الحقيقة قال لي، انا قلت له ايه يروح يستقيل من الإذاعة، فكلهم قالوا له اوعى دي ست متقلبة وبكرة تسيبك ومش عارف ايه. فراح سمع كلامي واستقال. طلع الزوج مطيع يعني. لا والله كان من مصلحتنا يعني مصلحة عملنا. وهو بيكتب راجل كاتب يعني. انا فايز مش عشان جوزي، فايز من احسن كتاب المسرح. فقلت له يعني الوقت ايه مشاريعنا؟ قال لي نعمل فرقة. انا كان بالنسبة لي كلمة فرقة دي مسؤوليات، ولا هو راجل تجاري ولا انا ست تجارية. فقلت يعني اقول له ايوه، فلقيته بينفذ فعلا ورحنا اشتغلنا ونجحت وكانت الفرقة. استاذ فايز طبعا انت في المسرح بتتضايق من الازقاز ولب وبتاع حاجات من دي، لما انت دلوقتي بتازقز فستق على تسجيل يعني اقول لك ايه. لا هو الازقاز اللب في المسرح بتعمل حاله عصبيه للممثلين،
وبتدي هي بتريح الناس لما بتدي شعور بعدم اللامبالاة او بعدم تتبع الاحترام. طب انت دلوقتي ما هو انت بتعمل لي حلقة يعني يا اما ازقز معاك فستق يا اما انا بازقز لب على فكرة ده بس لب لب كبير شوية. لا خلاص استاذ فايز بصراحة وبدون مجاملات, ماذا يعجبك في مدام تحية كإنسانة؟ اقوم عشان يقول الحق. لا هي انا لا انا ما انا اقول انا تعودت اقول في وش الناس يعني. تحية كإنسانة فيها ال هي بالانجليزي تبقى التو اكستريمز يعني الطرفين البعاد عن بعض يعني. تلاقيها مثلا رزينة جدا وعصبية جدا, مفيش حل وسط. تلاقيها مثلا فيها الاثنين, يا تحب جدا يا تكره جدا. يعني ما تعرفش تدي حل وسط, يا تحبك يا تكرهك, ما تديش يعني. إنسانة بتتصرف بوحي من عاطفتها نارية بحتة. إنسانة نارية يعني زي كوباية, عارف الكوباية اللي فيها مية لما تقلب تقدرش تعمل كنترول عليه. هي كده, يا ترمي العاطفة كلها يا ترمي الكون كله. لا بس بيبقى عندي حق في حاجات كتير ولا لا؟ اما اقول الانسان ده ما عرفوش اقوله الانسان ده خبيث, وهو يكون طيب بالنسبة له, يلف الايام وهذا الانسان يتضح انه فعلا انه خبيث. وانت بتعرفي الخبيث من شكله؟ ما عرفش ابدا. لا في عندي رادار حاجة غريبة, دي نعمة من ربنا انه انا احس بالشخص الوحش. دي معرفش بس يعني إيه؟ دلوقتي حضرتك إيه ما ايدتش فكرة الحب من اول نظرة ولا الحاجة دي, فكيف تؤيدي الحكم من اول نظرة على الناس؟ لا مش الحب من اول نظرة, انا ضد حكاية الناس الخياليين. يمكن انا ست واقعية اكتر من الناس. حكاية الحب دي انا اؤمن بالصداقة. اؤمن بالصداقة جدا يعني. انا وفايز في حب طبعا, انما في صداقة اكتر. يمكن هو يقول لك ان احنا زي اتنين اصحاب, اتنين رجال اصحاب, اتنين ستات, ست ورجل اصحاب يعني. لا مش اتنين ستات يعني, ما ست ورجل, ست ورجل يعني. مش ستات زي حالاتي ما الرجال ما يتجوزوش ابدا يعني. لا بس جد احنا اصدقاء اكتر. ما هي يعني انا عايز اقول احنا اتنين فنانين بنعيش مع بعض, ومن خلال حياتنا مع بعض بنتعايش كمان مع بعض, ومن خلال حياتنا بننتج. والله اللي بتقوله مدام تحية عن الصداقة في الحياة الزوجية ده جميل, أجمل معنى جميل جدا الحقيقة يعني. اصل حكاية يعني روميو وجولييت والحصان الابيض وهتقعد طول النهار تقول لها يا حبيبتي عينيك حلوة, رجليك مش عارفة ايه, بينتهي خلاص. في حاجة أقيم من كده. في الصداقة, في الحب, الحب العميق اللي أنا مثلا أما يقولوا لي فلان ده حصل له حاجة أتهز يعني, كعلاقة إنسانية يعني. أيوة. بس أنا بقى بصراحة رأيي إن تحية كانت بترسم عليها من أول ما قابلتني. يا شيخ أنا بقولها بس يعني مش شرفك ده أنا كنت يا ابني ده رحت مرة ايه لقيته جاي قلع الجاكيتة كده وجاي الصبح, قلت ايه المخرج ده ايه ده, فرحت متأخر انا كمان. الناس العباقرة كلهم بيقلعوا جاكيتات ويقلعوا لا 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 الراجل اللي يقعد يستف بنفسه ده ما يعملش حاجة ابدا. ده في مخرج عندكم في الاذاعة عندنا سابقا بيقلع الجزمة يعني, بقى لابس شبشب فما يعرفش يخرج غير لما يقلع الشبشب. يا سلام, بيجيله الوحي ولا ايه؟ ما قلت له ده الوحي بتكتب على نفوخه يظهر. طب انا سألته وجاوب اللي الحاجة اللي بتعجبه فيك يعني. انت رأيك الحاجة اللي بتعجبك فيه ايه؟ نفس الحكاية, هو بيقولك كده, هو نفس الحكاية, هو يا يحب قوي يا يكره قوي, ما عندوش نصوص حلول. ويمكن ده اللي خلانا نتلاقى اكتر. يعني وبعدين هو يحب يمتحن, انا ما اعرفش امتحن يعني. هو يحب ايه؟ يقولك انا اشتري فلان بكذا,
يعني اقيمه بكذا. أي. فهو عنده حق ساعات بيطلع مظبوط. انا الحكاية دي ما بقيمهاش، انا في حاسة سبعة عندي مش سادسة بتقول لي على بعد رادار فلان ده وحش فلانة دي وحشة. وبعدين في ناس كتير تعارضني وتقول لي لا ده انت غلطانة، وبعدين تلف في الايام ويقولوا لي انت عندك حق. يعني ما عاديهاش انما ما حبهاش. يعني ما فيش عداء. يعني ازعل لو جالها حاجة او جاله حاجة، لكن يعني ما تستريحيش، انما ما استريحهمش يعني. يعني ما اعرفش اقعد معاهم زي ما بقعد معاك زي ما بقعد مع اصدقاء. بس هو يعني ما عندوش الحكاية دي، هو طبعا كرجل فتح صدره اكتر لا بالعكس هو مش فتح صدره اكتر، هو في عنده حاجة امتحانات يفوتك في امتحان كده من غير ما تحس. خطير. يبقى خطير يعني. وانت انما انت باين نجحت في الامتحانات اللي هو عملها لي. لا ما هو ما خدني على عيبه، قال لك ما فيش فايدة مش هتغير. طب مدام تحية، مشوارك اللطيف من صباكي في الإسماعيلية إلى المسرح اللي بتعملي فيه دلوقتي، قصة بتستوقف الإنسان يعني، أظن إحنا محتاجين نقف عندها لحظة يعني. أولا تقولي لي اسمك إيه، بداية حياتك، المراحل اللي مريتي بيها فنيا لغاية ما وصلت النهاردة. دي طويلة قوي يا طه. يعني أنا عارف إنها ممكن تكون قصة ظريفة في الراديو. لكن برضو الواحد بيقدر ينتقي من حياته حتى يقف عندها كده. حياتي مش ما هيش حدوتة سهلة. يعني أنا مثلا ما عنديش طفولة، ما عنديش مراهقة. يعني ما عنديش طفولة إيه؟ يعني طفولتي كانت عبال ما حسيت إن أنا يعني والدي مات عند 4 سنين، ويقال انه كان بيدلعني جدا وكان بيحبني جدا. اول ما ابتديت يعني ابقى 5 سنين واوعى، لقيت مآسي وحاجات فظيعة، فما استمتعتش بالطفولة اللي هي من مثلا من 5 سنين ل11. جت بعد ال12 مثلا، اشتغلت وانا عندي 14 سنة الا شهور، فبقيت مسؤولة عن ناس. اشتغلتي في الرأس يعني؟ مش ما اشتغلتش على طول رقصة. أي. اشتغلت في الكورس. أي. يعني تغني المجاميع مع... لا ما غنيش، ارقص. ترقصي مع المجموعة يعني؟ مع المجاميع. فما كانش فيه مراهقة. تعلمت الرقص فين؟ تعلمت عن ظروف طفولتك ال... لا لا لا, لا. ما تعلمتش رقص، ما اقول لك ما طفولتي ما كانش فيه طفولة. يعني طفولتي كانت وحشة. أي. يعني في تناقضات كتير فيها، يعني أبويا اتجوز ستات كتير وليهم ولاد كتير، ووالدتي كانت غريبة عن الناس دول. فالحقد اللي كان أبويا مثلا الدلع اللي دلعوا الأمي أو طلعوه فينا. أي. يعني بتنتقم انت من طفل او طفلة ملهاش دعوة، ظروف صعبة قوي، فكان ظروف وحشة. أي. وبناء علينا انا هربت. أي. وجيت عند سعاد محاسن، وبعدين سعاد محاسن ادتني البديعة يعني لما هي سافرت. بديعة مصابر. لانه سعاد كانت تعرف والدي وكانت بتيجي عندنا. أي. واشتغلت عند بديعة، وكانت تحية كاريوكا اللي انا كنت بعيط لما حد يقول لي كاريوكا في الاول. يا سلام. ليه؟ لقيت اسمي راح. البنت اللي بترقص كاريوكا فبقى يقولوا كاريوكا فازعل. اسمك اللي هو وبعدين اسمي انا بدوية. تحية الله. فاما كانوا يقولوا تحية مش عايزين حد يقول تحية. وانا من وجهة نظري كاريوكا دي رقصة مجنونة رومبا وبتاع. فانا اذا مجنونه، فكنت ازعل جدا لما حد يقول البنت اللي بترقص كاريوكا. حتى الصحفيين لما ابتدوا يكتبوا عني يقولوا تحيه كاريوكا. لدرجه هحكي لك حكايه، رحت امريكا وقلت الحمد لله خلاص محدش هيقول لي كاريوكا، محدش عارف. فماشيه في الفيفت افنيو لقيت واحد مغترب قال لي ست كاريوكا، قلت له بس وصلنا. وكانت برضو ما فيش فايدة.
فجيت عند بديعة وأنا قعدت ما شوفش أمي يمكن 15 سنة. ياه ليه؟ أهو ظروف وحاجات غريبة كده. يعني حياتك فيلم يعني باختصار. مش حلوة فيلم يعني. أنا لو اتعقدت من اللي حصل كنت أبقى شريرة فظيعة. إنما أنا الحمد لله إنه عشت مع ناس كانوا بيحببوني. إن في أمي مثلا كانت صديقة لي، عيلتهم عيلة دينية يعني من الناحية الدينية هم متعصبين جدا، فده اللي خلاني أبقى يعني ما وفي عندي حاجة ربنا مديهاني إن أنا أما حد بيأذيني أنسى شكله وأنسى اسمه وأنسى يعني تسقطيه من حسابك خالص. وفعلا بيسقط يعني مش بعمل عملية أنا عايزاها. إنما خلاص بيحصل. طب يا ترى هل كنت سعيدة وبتجدي متنفس في الرأس؟ الرأس كان بيسعدك يعني؟ بيسعدني جدا. وبحبه جدا. يعني يمكن المسرح هو الحاجة الوحيدة اللي بتخليني أبقى سعيدة جدا. المسرح سواء رقص أو تمثيل. لكن أنت كنت أسعد في الرأس ولا في التمثيل؟ الاتنين زي بعض. بس نقول بيدولك متعة أكثر. الرأس أصعب لأنه الرأس تمثيل صامت. تمثيل صامت. تعبير بالجسم. تعبير بالجسم وبالإيدين وبالوش. إنما التمثيل في كلمة بتقولها. فبتبقى أسهل. طب أستاذ فايز برضو ناخد لمحة سريعة عن حياتك من كفر إيه ولا من ميت إيه لغاية من شارع طلعت حرب إبراهيم وسنا منوفي يعني حياتي عادية جدا يعني ما فيهاش حاجة. بس أنت مش ما اتولدتش في الريف، أنت اتولدت في عابدين. لا ما أنا في حي عابدين. ما أنا مولود في القاهرة إنما حياتي مرتبطة بالريف لأن والدي الله يرحمه يعني لما طلعت لقيته كان ناظم مدرسة، فكان بياخد أجازة 14 كل سنة. يعني تبتدي الأجازة يروح قافل المدرسة وقافل البيت واخدنا ورايح على وسنا. فنقضي 4 شهور في الفلاحين. ولذلك تلاقيني دلوقتي أنا لما أجي أكتب رواية فلاحي أو أمثل فلاحي أمثله عادي جدا. ما اقعدش اعمل عمليه توليد. فعلا بتنجح قوي. عايش في وسطهم. في شخصيه الفلاح عايش وسطهم وعارف بيتكلموا. اسمه ايه الفلاح اللي انت مشهور بيه؟ عبد الودود. تحيه اسمه ريف. الفلاح العادي يعني انا لما بمثل الفلاح ما بمثلش. تبقى طبيعي. فلاح عادي جدا لان انا عايش في وسطهم وعارف بيتكلموا ازاي. تاجر حضرتك الفلاحين اللي بيمثلوا في الاذاعه مثلا واحد بيمثل دور فلاح بيمثلوا بطريقة منفرة ومفيش فلاح بيتكلم كده يعني مغالفين ازيك يا واد يا فلاح مش عارف ايه يقول ازيك مفيش فلاح بيتكلم كده الا اذا كان فلاح عبيط يعني يعني فلاح مصطنع يعني مش حقيقي كده. ولذلك انا حتى في رواية من الروايات قلت له انت بتتكلم في الحين بتوع الاذاعة يعني مش فلاحين ضد الاذاعة بس يعني فلاحين الاذاعة دي بس مش فانا يعني حياتي العاديه كنت يعني انسان طلعت لقيت في اب بيربيني في كنت بحضرة الناظر في المدرسه يعني فحتى يعني المدرسين بيدلعوني زياده لكن كنت مجتهد يعني كنت من الاوائل باستمرار. وبعدين درست حقوق وتخرجت اشتغلت محامي وبعدين درست في معهد التمثيل وتخرجت من معهد التمثيل وبعدين سبت المحاماه وقفلت المكتب واشتغلت في الاذاعه وبعدين سبت الاذاعه واشتغلت عند حاجه وكده ما هو لازم يتريق يعني في فرق التحية في فرق التحية مدام تحية ليكي أمجاد سينمائية واضحة وملموسة يعني وممكن تقومي دلوقتي بأدوار عظيمة. ايه الدور اللي تتمني انك انت تقومي بيه دلوقتي لو كان في ايدك انتاج الفيلم اللي انت عاوزاه؟ اعمل شجرة الدر. دور تاريخي عظيم فعلا. سيدة لعبت دور هايلة. والأم في ماكسيم جوركي. الأم في ماكسيم جوركي. حلو. فيك أمومة أنت كبيرة بيقولوا. لا واضح الحقيقة يعني. طيب إيه الدور اللي عجبك لغاية دلوقتي في أفلامك؟
في افلامي كلها ام العروسه. ام العروسه وشباب امراه برضو خدت جايزه في ده وخدت في شباب امراه جايزه. شباب امراه خدت فيه جايزه. خدت جايزه وخدت في ام العروسه. طب ودورك في الافلام القديمه زي ابو حلموس والحاجات؟ لا لعبه الست. لعبه الست لعبه الست مع نجيب الريحاني وكده. ايوه وبنت الهوى مع يوسف وهبي. افلام كتير الحقيقه. يا ترى الفنان الحساس احساسه بالزمن بيكون ايه؟ يعني لما تشوفي افلامك القديمه والانسان في لحظه شبابك وكده ها بتبسط بيها طبعا. انما بقول كانت هبله يعني كانتش ممثله. بعد انقدها بتنقديها كممثله. انقدها كممثله انما ما انقدهاش كراقصه. انقدها كممثله كانت هايفه. يعني في شباب امراه ابتديت ابقى ممثله. يعني انت كنت معتمده على انك راقصه وجميله مش كده؟ بيقول في الاول بيقول. يعني قصدي اعتمادك في الاول في السينما وبعد كده اعتمادك على الفن. يعني من شباب امراه الحقيقه ابتديت احس بالتمثيل السينما. يعني انا هما بيقولوا ان انا بحب المسرح والسينما بتحبني. حلو التعبير ده. فعلا يعني. عملنا شباب امرأة كان بعض الزملاء عاملين شركة اللي هما رمسيس نجيب وصلاح ابو سيف ووحيد حاج وحيد. وحيد فريد مصور. فجم قالوا ان احنا هنعمل قصة فيها تحية وشكري والحاج عبد الوارث وشادية. فقرينا القصة. يعني يمكن من أسباب نجاح شباب امرأة إنها قعدت سنة تتحضر. يعني اتعملت بعناية وبإتقان وبدون كلفة. وبعدين إحنا كزملاء كنا يعني تقريبا ببلاش. فكان قلبنا يعني كان السينما دي تيم زي تيم الكورة بالظبط. يعني يمكن العامل بطل. العامل اللي ورا اللمبة بطل. اخر ادوارك برضو في السينما دور عظيم اللي هو دورك في خلي بالك من زوزو. مش مخدوم يعني هو في السيناريو كان مخدوم بس هو في بطولة. بس في التنفيذ ما كانش مخدوم. بس في بطولة الحقيقة. وفي موقف شجاع يعني الحقيقة. يعني برضو راقصة والناس بيتلموا عليها ويتريقوا عليها وبتاع وحاجات من دي. كلهم قالوا لي ازاي تعملي كده. قلت لهم لا ده وانا تحية كاريوكا. انا واحدة اسمها نعيمة مهلبية وبتشتغل في الدور. يعني بتقومي بتمثلي دور فلازم تقومي بيه كما يجب. يعني هو برضو صلاح شاهين كان بطل في الفيلم ده طبعا. لعب دور صلاح عظيم وكسب للسينما الحقيقه طبعا. طب استاذ فايز اين انت والسينما؟ السينما بالنسبه لي نزوه. يعني مش في خط حياتي. يعني يجي دور كده مثلا زي الدور اللي عملته مع صلاح ابو سيف ده. الدور كان يعجبني اقوم اعمله لكن مش مركز حياتي. زي دور ايه في مع صلاح؟ حمام الملاطيني. يعني اعمل دور لمجرد ايه يعني ان انا ايه زي مثلا ما الواحد يروح يزور متحف الشمع او اتفرج على الهرم. راح اتفسح يعني. لكن مش في حياتي ان انا اعيش في متحف الشمع مثلا او اروح او اعيش في الهرم. مدام تحية ليكي اراء في الرقص الشرقي الان. هل الرقص الشرقي دلوقتي مختلف عن الرقص الشرقي ايامك؟ يعني في فرق كتير. يمكن الزمن كمان. يعني كان ايه زمان ودلوقتي ايه؟ زمان كان في احترام للمهنة نفسها. يعني مثلا كنا قليلين جدا. وكنا بنحب الشغلة دي. يعني كنا بناخد مهايا بسيطة جدا. ورغم هذا كنا بنتفانى في عملنا. ما كناش بنشتغل في كذا محل في اليوم او في كذا فرح او ابدا. هي رقصة وبس. في محل واحد ودمتم. وبعدين كان في احترام. الجمهور كان بيحترم. يعني انا فاكرة انه اول
حد خلاهم يحترموا الراقصة. أنا إزاي؟ احترمت نفسي. ما فيش حد يحترم نفسه ومهنته وما يحترمهوش. يعني أنا يمكن كان ليا أصدقاء عائلات وكنت بروح لهم بيوتهم وهم بيقولي وكانوا الناس بتستعجب. لا يعني أنت على المسرح كيف تفرض احترامك كراقصة على جمهور يعني أنا بيبص لا للراقصة لا بصة معينة؟ ما كانش بيبص للراقصة. يعني أنا أول ما طلعت أنا لا أسمح أن حد يتحرك في الصالة وأنا برقص. ما رقصتش في محلات فيها خمرة. يعني دي كانت من أكتر حاجات. حتى لما رقصت عند بديعة كان البرنامج بيتعامل وبعد البرنامج في كباريه. يعني ما بعد ما يخلص البرنامج. أيوة يعني عرض. عرض. وكان في ماتيني ستات. وماتيني يعني كان في ثلاث ماتينيهات. ماتيني الجمعة. وماتيني الحد. وماتيني الثلاث الستات بس. وكان أحسن العائلات بيجوا عند بديعة. طب يعني انت تكلمتيني عن ظروف مهنة الرأس. لكن انا كنت عاوز اسمع منك رأيك في الرأس نفسه كفن. هل تقدم او لم يتقدم؟ لم يتقدم وتقدم. تقدم في الرأسات الجماعية. الرأسات الشعبية. فرقة رضا مثلا. انا لا انكر ان فريدة من احسن رأسات شفتهم. فريدة فهمي. فريدة فهمي. في بنات برضو في فرقة البحيرة وفي الفرقة القومية. وبعدين نجوى دلوقتي ابتدت تعمل حاجات حلوة. نجوى فؤاد. ابتدت تعمل تابلوهات. رأس تقول مش عارف رأس. ابتدت تجدد. ابتدت تلبس غير الـ 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 الباروكة اللي بيحطوها والفستان هو. يعني اما تشوف الرقصات كلهم تقلك انها واحدة. لانهم شكل بعض. هل انت كراقصة يعني كنت بتعبري يعني مثلا بيقال ان النجوى بتعبر باكتر باقدامها وبايديها. هل الوسط مثلا هو اجمل تعبير في الرقص الشرقي من حركات الايدين والرجلين؟ ممكن يبقى اصل الرقص الشرقي مبتذل. مبتذل. طب يعني زي حضرتك قعد فيه كذا سنة. انا كنت برقصه. هو في خيط رفيع جدا بين انك تخليه محترم وبين انك تخليه مبتذل. الا وهو انه زي ما بيعملوا دلوقتي يعني الهز والجري والتعارية والبتاع. ممكن الرأس البلدي يترقص باحترام. انا كنت برقصه باحترام. وبعدين الرأس الشرقي الراقصة هي اللي بتحترم نفسها. انما ما تروح تطلع على ترابيزة وتقعد على حجر واحد وتعمل كل دي حاجات او تتصور وحاجات من ما تعجبكيش الحاجات دي. طول ما الراقصة بعيد عن الجمهور وبتحترم نفسها وبتحترم الجمهور خلاص. استاذ فايز انت فايز بتحية. الله يخليك. لو قدامك رحلة صيد ببندقية ورحلة صيد بصنارة للسمك والاثنين ممتعين تختار ايه؟ ولا واحدة فيهم. ما تحبش انت الصيد؟ انا اقول حياتك على حاجة. انا اقول حياتك على حاجة وبقول لك حقيقة يعني. انا زمان لما كنت في ثانوي كنت بدبح في البيت عندنا يعني عايزين بحر فرخة الحاجة بحالهم يعني. كنت أدبح بطة أدبح فرخة بتاع حاجات كده كنت أدبح. أنا النهاردة ما تديني مليون جنيه ما أدبحش. ما تقدرش وما أصدرش. إذا ما تحبش الصيد ولا صيد السمك. استعجب إني كنت زمان بدبح. النهاردة لما يعني لا يمكن حتى أتفرج على حد بيدبح فرخة. ما أعرفش يعني جايز الواحد. أنت تاكل الفراخ وتلتهمها إنما غيرك اللي يدبح غيرك اللي يدبحها يعني. وما أحبش أصطاد. يعني أعتقد في عملية إزالة. تحب تتصاد؟ العكس أنا لا بس صيد السمك بيعلم الصبر. يعني ما جربتوش. لذيذ جدا صيد السمك. لذيذ. أنت اصطدت سمك يا مدام تحية؟ بتحب تصطاد السمك بالصنارة ولا بالشبكة؟ لا بالاثنين. صيد السمك غاية بالشبكة. فيها طمع. يبقى كتير. إنما بالصنارة فيها صبر.
طيب مدام تحية، تحب يكون عندك عصفور في الصالون ولا غزال في الجنينة؟ ولا ده ولا ده. ليه؟ ما احبش احبس اي طير، ولا احب انا اتحبس. ونفس الحكاية الغزال. انا شفت مرة غزال مصطادينه وتعور، قعدت يمكن شهر عيان. يعني تحب تشوفيهم في الغابة يعني؟ او في الطبيعة؟ او في الطبيعة. ما احبش ابدا اني حيوانات احبسها. امال انت حبسة فايز ازاي؟ لا لا حيوان لا لا قصدي هي قصدك بلبل ولا عصفور؟ لا 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 ده فايز مش محبوس ابدا. لا طبعا هو فايز ما يتحبسش بالطبيعه، هو حد يقدر يحبسه؟ استاذ فايز، ايها اقرب الى نفسك، ارتفاع الستار ام اسدال الستار؟ يعني تحب اللحظه دي؟ احب اسدال الستار. ليه؟ عشان اروح يعني. تبقى خلصت من العيب. عارف التشبيه مع الفارق يعني. زي الست الحامل اللي بتخلص من الجنين بتقطع الحبل السري وتخلص وترتاح. لما بتكتب بتبقى كده، بيبقى فعلا كأنه واحدة حامل وبتولد. حاجة غريبة. طبعا لانه عملية خلق. مخاض وآلام يعني. طب مدام تحية، مبدأك في الحياة انك تبدأي بالهجوم او تاخدي موقف الدفاع؟ لو حد هاجمني هاجم، يعني لو عارفة انه ده جاي هاجم لازم هاجم. انما عمري ما عملت دفاع، ما احبش ابقى بدافع. يعني ما تحبيش تاخدي موقف دفاع يعني؟ لا. تبادري يعني اللي يبادرك يعني بالهجوم تبادري بالهجوم على طول. وانت استاذ فايز؟ انا مهاجم معرف، واحب اوصل المشكله للذروه. يا ساتر. يعني محلهاش قبل ما يعني الا فوق، الا فوق قوي يعني. توصل للاخر اللي احلها. ايوه. ما عندي هاجمني برضه. طيب تحبي مدام تحيه، تحبي تصفيق حد للجماهير على موقف ليكي على المسرح، ولا لحظه سكوت الجمهور فيها مندمج معاكي جدا؟ احب لحظه السكوت. كان في حته في شفيقه كنت بحس بنفس الجمهور. يا سلام، ده من اروع ما يمكن الحقيقه. يعني كنت انا هو اللي بيخليني اخش في المود اللي كنت ببقى فيه. هو خساره ان الشريط خلص الحقيقه، والحديث بدا يعني او احلو قوي. فانا اشكركم الحقيقه يا مدام تحيه. في حته في شفيقه كنت بحس بنفس الجمهور. يا سلام، ده من اروع ما يمكن الحقيقه. يعني كنت انا هو اللي بيخليني اخش في المود اللي كنت ببقى فيه. هو خساره ان الشريط خلص الحقيقه، والحديث بدا يعني او احلو قوي. فانا اشكركم الحقيقه يا مدام تحيه واستاذ فايز، واتمنى لكم التوفيق في كل اعمالكم الفنيه. ربنا يخليك يا طاهر ويوفقك. الله يبارك. احنا بنشكركم، بنشكر كل الجمهور العربي العزيز اللي بيسمعنا وبيتابعنا دلوقتي. شكرا. أيها السادة، مع السهرة المفتوحة نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله مع أطيب المنى طاهر أبو زيد.